أهلين، كيف الحال؟ إن شاء الله تكونوا بخير. فيديو اليوم عن الثلوج في إسطنبول، كيف ما قريته في العنوان. الثلوج في إسطنبول يوم جميل جدا، درجة الحرارة -2 دان 2020. ثلج في إسطنبول نزل يوم واحد فقط، يوم 8/2/2020. ثلوج اليوم في إسطنبول يوم 16/1/2021. كيف ما تشوفوا إسطنبول، مشاهدة ممتعة. We'll be right back.
بعطيكم بعض الصور التي تداولت في مواقع التواصل الاجتماعي ان مسجد ارتكوي وبرج قلطة، مسجد ايا صوفيا وجسر البسفور، ميدان تقسيم وقصر طوب قبي. شكرا على المشاهدة، لا تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، نتقابلوا في فيديو جديد. سلام.